السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذه قراءة في كتاب شرح الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أقرأ شرح الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قوله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقال الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر الشيخ تعريف الطاغوت. الطاغوت ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك ورد ذكره في سورة النساء، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الحمد لله. هذه الآية وردت في اليهود أو نزلت في اليهود، ويقول سبحانه وتعالى في المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. في سورة النحل كذلك يقول جل وعلا: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. يقال: طغى الماء إذا ارتفع وعلى منسوبه. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي زاد الماء عن منسوبه، ارتفع. فالطغيان هو مجاوزة الحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: الطاغوت لغة هي الزيادة، زاد في الشيء. طغى الماء أي ارتفع وزاد عن حده، فأي شيء زاد عن حده فهذا طغيان، فطغى أي زاد عن حده. أما الطاغوت في الشرع فهو كما ذكره ابن القيم، أو نقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز حده فهو طاغوت. العبد له حد لأنه عبد، حدد الله له حدودا يجب أن يقف عندها. يعني الإنسان العبد لا يكون حرا يفعل ما يريد في أي وقت يشاء، وهكذا بدون قيود وبدون ضوابط وبدون حدود. لا، العبد له حدود يقف عندها، فإذا تجاوز العبد هذه الحدود
فإنه يكون طاغوتا، فإنه يكون طاغوتا أي جاوز حده. فمن تجاوز حدود الله التي حددها لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وألا يقربوها فهو طاغوت، فإذا عصى الله وتجاوز حدوده فإنه يسمى طاغوتا لأنه طغى وتعدى حدود الله. قوله ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود أو مطبوع أو مطاع، هذا التعريف الشامل للطاغوت، لأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل وحرم. فمن تجاوز هذا الأمر فقد طغى فهو طاغوت. فمن تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختصها واختص بها ونفاها عن غيره فعبد مع الله غيره فهو طاغوت. المشرك طاغوت. لماذا طاغوت؟ لأنه تجاوز الحد في العبادة وعبد مع الله غيره أو صرف العبادة لغير مستحقيها. وكذلك من عبد وهو راض، الذي يعبده الناس ويفرح بهذا ويترأس بهذا الشيء ويتزعم، هذا طاغوت، مثل فرعون والنمرود ومشايخ الطرق الصوفية الغلاة الذين يعبدهم أتباعهم، يعني بعض الطرق الصوفية ليست جميعها، بعض الطرق الصوفية يغالون في المشايخ أو المشايخ ويزيدون في توقيرهم وتعظيمهم إلى درجة قد تصل إلى العبادة، فهؤلاء طواغيت. والذين يرضون بذلك كذلك هم طواغيت، لأنهم يدعون الناس إلى هذا، أي إلى أنهم يعبدونهم. وقد سمعنا هذا كثير، أمنهم من يقول أنه يدخل الجنة ويدخل النار، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هذا. يبقى إذن من عبد وهو راض كذلك فهو طاغوت، لأنه يدعو الناس إلى هذا، أي إلى أن يعبدوهم كما سيأتي، فهذا طاغوت في العبادة. قوله أو متبوع، الله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا، لأنه اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه. بل هذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه مشكلة كبيرة، عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا ليس بجديد، عندما يتعارض كلام النبي مع كلام أي أحد، فأي كلام نقدم نحن؟ طبعا قولا واحدا، نقدم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود للصحابة، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذن ومن هو أبو بكر ومن عمر؟ يعني هم خير خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. فإذا كان ابن مسعود يقول للصحابة: يوشك أن تقع عليكم أو تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، هذا معناه أنه لا يجوز أن نقدم كلاما على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نتبع أي أحد
غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحي المعصوم، فاتباعه هو فيه كل الخير، والبشر جميعا ليسوا بمعصومين، فلا يجوز أن تتبع أحدا وتترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي معصوم وغيره ليس معصوم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الاتباع هذا خاص بالنبي، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول. يبقى إذن أنا أتبع الشيخ، متى نتبع الشيخ؟ إذا كان هذا الشيخ يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتبع الرئيس هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. أما الدعاة فهم مبلغون عنه، ينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعوا كلام النبي اتبعناهم، وإذا لم يتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلامهم لا يؤخذ به ولا يعتبر، ويضرب به عرض الحائط، كما كان يقول كذلك الأئمة الأربعة، كان هو قولهم جميعا: إذا وافق كلامنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا به، وإذا خالف كلامنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط ولا تأخذوا به. هذا قول الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، قولهم جميعا: إذا وافق كلامهم كلام النبي أخذنا به، وهذا في كلام أي أحد كذلك، إذا كان الكلام موافقا لهدي النبي وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وإلا فلا نتبع أي كلام يخالف كلام النبي، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فمن ذا الذي يقدم قولا أو فعلا على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتبع هو الرسول، أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط، يتبعون للحق وما وافق، يتبعون للحق وما وافقوا فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعهم في ذلك. مثال ذلك، قال مشايخ الطرق الصوفية: يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقولون: نحن لسنا بحاجة إلى الرسول، نحن نأخذ مما أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ونتلقى عن الله مباشرة. وهذا كلام باطل، لا يوحى إلا لنبي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هم يتلقون من الذي تلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم والنبي يتلقون من مشكاة واحدة، يعني جبريل ينزل عليهم بالوحي: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام باطل والعياذ بالله، كلام عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلقى عن الله بواسطة جبريل، ومشايخ الصوفية يتلقون من الله مباشرة. هذا كلام باطل، كلام باطل، وهذا فيه ضلال كبير. يعني هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله أن يكلم بشرا إلا وحيا، وما كان الله ليكلم بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب. الله سبحانه وتعالى
كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه جبريل، يوجد واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي، كيف هم يتلقون من الله مباشرة؟ الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوحى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكلام الباطل الواضح البطلان. يعني هذا والله ما يقول به إلا مجنون. نحن يقولون هم كذلك، نحن نتلقى عن الله مباشرة، ويقولون أنتم تروون دينكم عن ميت، ونحن نروي ديننا عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله ويتلقون من الله مباشرة. هذا مبالغة وطغيان، وهم طواغيت، لأنهم هكذا تجاوزوا الحد الذي حده الله عز وجل للبشر، ويقولون بكلام باطل عكس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعكس كلام السلف الصالح. بلغ بهم الحد إلى هذا الطغيان والعياذ بالله. هذه طريقتهم، لا شك أن هؤلاء هم رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، لأنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا باتباع رسوله، كل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مغلقة ومسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أفضل طريق تصل به إلى المولى جل وعلا، طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طاغوتا، طاغوتا قولا واحدا، والذي يدعو أتباعه كذلك من دون الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى اتباعه، ويقول أنا آتيكم بالأمر من الله مباشرة، هذا من أكبر الطواغيت في العالم والعياذ بالله. قال: متبوع أو مطاع. الطاعة إنما هي لله ورسوله بما حلل وحرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحلال ما أحله الله جل وعلا، والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم، ليس لأحد أن يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا لا ينبغي لأحد. الحلال والحرام لله سبحانه وتعالى، ولذلك حكم الله على من حلل وحرم بأنه مشرك، ومن أطاع من فعل ذلك كذلك. الله يعني كان الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما كان يسأل في أمر لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المحدثات التي يرى أنها حراماً ما كان يقول أنها حرام، يقول أكره ذلك. فأكره ذلك في عند الإمام أحمد معناه أنه لا يكون حلالاً عنده، ولكن يتورع أن يقول حلالاً أو حراماً، يعني لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم الله. قال سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركين إنكم لمشركون. يبقى إذن الطاغوت هو من دعا إلى طاعة نفسه من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك من أطاعه في ذلك كذلك طاغوت مثله. أهل الجاهلية يقولون الميتة حلال لأن الله هو الذي ذبحها،
فهي أولى بالحل مما ذبحتم وذكيتم. فالله تعالى يقول: لا تأكلوا إلا ما ذكي زكاة شرعية، وحرم عليكم الميتة. وهؤلاء يقولون: لا، الميتة حلال، أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. الميتة، يقولون الميتة حلال، هي أولى بالحل من المذكاة، المذبوحة، المذكاة أي المذبوحة، لأن المذكاة ذكيتموها أنتم، والميتة فالله هو الذي ذبحها. ولهذا رد الله على المشركين وقال في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني هذا من كلام الشياطين وأتباعهم، يقولون: الميتة ذبحها الله، والمذكاة أنتم ذبحتموها، فكيف تستحلون ما ذبحتم ولا تستحلون ما ذبحه الله؟ هذا مجادلة بالباطل. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا من شرك الطاعة، التحليل والتحريم حق لله جل وعلا. حتى أن عدي بن حاتم الطائي، وكان أسلم بعد أن كان نصرانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنكم كنتم تعبدون أحباركم ورهبانكم كما جاء في القرآن. فقال: ما كنا نعبدهم، يعني عدي بن حاتم الطائي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعبدهم. فقال له النبي: ألم يكونوا يحللون لكم ويحرمون لكم؟ قال: بلى. قال: هذه عبادتهم، لأنهم يحرمون ويحللون من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا عرفنا ما معنى الطاغوت. طيب، هل هناك أنواع للطواغيت؟ نعم، ما هي أنواع الطواغيت؟ سننظر إن شاء الله تعالى ونعرف من هم أنواع الطواغيت. يبقى إذا الحلال والحرام هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يحلل أحد أو يحرم من عند نفسه، أو يطيع من حلل أو حرم كذلك من عند نفسه. ومن فعل هذا، حلل أو حرم، أو أطاع من حلل أو حرم من عند نفسه، هذا طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون أو يحرمون من دون الله. ومطاع، يعني هذا شرك في الطاعة، مطاع في التحليل والتحريم، لأن التحريم والتحليل حق لله جل وعلا، والرسول مبلغ عن ربه فيما حلل وحرم. طيب، أما أنواع الطواغيت، قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. من هم؟ قال: إبليس لعنه الله، وهو من عبد، ومن عبد وهو راض، يعني يرضى بذلك أو بهذه العبادة. الطواغيت التي ينطبق عليهم هذا التعريف، أي كل مطبوع أو معبود أو مطبوع أو مطاع، كثيرون. يبقى الطواغيت كثيرون. طيب، رؤوسهم الذي يرجع إليهم جميع الطواغيت خمسة، أي أكابرهم. أولهم إبليس لعنه الله، أي طرده. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى في أمره بالسجود لآدم، وتكبر عن السجود لآدم. قال تعالى، يقول إبليس في ما نقله الله سبحانه وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعصى إبليس أمر الله سبحانه وتعالى وتكبر، فلعنه الله وطرده وأبعده، وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله جل وعلا، أي يأس، أبلس أي يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمبلس هو اليائس من الشيء. فإبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت، لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله، وهو الذي يأمر باتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم. فإبليس هو مصدر الشر
وهو رأس الطواغيت. يبقى إذن رأس الطواغيت هو إبليس، رأس الطواغيت هو إبليس. لماذا؟ لأنه هو أساس كل شرك، أساس كل شرك، وهو أول من عصى الله سبحانه وتعالى إبليس، وهو الذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله كما فعل مع نوح، وهو الذي وسوس لآدم في الجنة، وهو الذي جعل أولاد آدم يقتل بعضهم بعضا. فإبليس هو مصدر الشر في هذا الكون، فننتبه لذلك، ننتبه لذلك، لأنه عندما يئس من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلم وتيقن أنه داخل في النار أقسم ألا يدخل وحده، وقال لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال كذلك إلا عبادك منهم المخلصين، فلنحرص جميعا على أن نكون من هؤلاء العباد المخلصين، وألا نطيع إبليس، وأن نستعيذ بالله جل وعلا منه، ونتحصن بالعلم النافع الذي ينفعنا والذي نعرف به مداخل هذا الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وذريتنا من الشيطان الرجيم. طيب، هذا أول نوع من أنواع الطواغيت. الثاني من عبد وهو راض، وهناك قيد، وهو راض لأنه بعض عباد الله عبدوا وهم لا يرضون بذلك، مثل عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، وكذلك النصارى عبدت عيسى وقال النصارى المسيح ابن الله وعبدوه، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو الله، وقالوا ابن الله، هكذا. ولكن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يرضون بهذه العبادة، لذلك جاء هذا القيد فأخرج بذلك عيسى، لأنه لم يكن يرضى بأن يعبد من دون الله، وكان أول ما تكلم به في المهدي إني عبد الله، لما قالت مريم، قالت فأشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أول كلمة قالها إني عبد الله. سبحان الله. قال من عبد وهو راض، أي عبد وهو راض بعبادة الناس له، هذا طاغوت، وهذا من رأس الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت في الأرض. قال أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل في هذا. يخرج من هذا من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه عبد من دون الله عز وجل ولا يرضى بذلك، وأمه وعزير والأولياء والصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى لا يرضون بهذا، بل كانوا ينكرون هذا ويحاربون من فعله. فمن عبد وهو غير راض بذلك فلا يسمى طاغوتا، لأنه لا يرضى بذلك. قال لذلك لما أنزل الله قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون وقالوا نحن نعبد المسيح ونعبد ونعبد، إذن هم معنا في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وكذلك في الآية الأخرى وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هم يريدون يقصدون عيسى، وقالوا آلهتنا خير أم هو، يقصدون عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، من الخصام والمخاصمة والمجادلة. إن هو عيسى إلا عبد لله أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فهو عبد لله ولا يرضى أن يعبد من دون الله، بل بعثه الله عز وجل بإنكار ذلك. عندما قال الله سبحانه وتعالى لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله،
قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالذي عبد وهو غير راض بذلك لا يدخل في هذا الوعيد، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هم لها واردون، أو أنتم لها واردون. ولا يكون طاغوتا من عبد وهو غير راض بهذه العبادة، لأنه منكر لذلك. الطاغوت هو الذي يرضى بأن يعبد مثل فرعون وغيره ممن عبد وهو والنمرود ومن هو على شاكلتهم، أن يرضى بعبادته من دون أن يعبده الناس من دون الله. هذا النوع الثاني من أنواع الطواغيت. والنوع الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل رؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، مثل فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ألا ترون أن لي ملك، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكذلك مثل النمرود وغلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، حتى أنهم يوصون الناس أن يعبدوهم بعد مماتهم، فيقول أحدهم إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى قبري، أي إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري ولا يحول بينكم وبيني حفنة من التراب. يعني يوصون الناس أن يأتوا إلى قبورهم ويعبدونهم ويعيدون الناس أنهم سيقضون لهم حوائجهم حتى بعد الموت. فمن دعا الناس إلى عبادته حيا أو ميتا فهو من رؤوس الطواغيت. كذلك من دعا الناس إلى عبادة غيره من الطواغيت، وهم دعاة الشرك الذين يزينون الشرك للناس ويسمونه بغير اسمه، ويقولون هذا من باب التوسل أو من باب الشفاعة، وهم كثر. إن هؤلاء الطواغيت، إن هؤلاء كلهم طواغيت، لأنهم يدعون إلى الشرك، فهم يدعون إلى عبادة غير الله ويسمون ذلك بغير اسمه، ويزينون للناس بالشبهات وزخرف القول. هؤلاء هم الطواغيت، دعاة الشرك طواغيت. وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك أو بهذه العبادة، أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو دعا الناس إلى عبادة غير الله، فهو من الطواغيت، بل هو من رؤوس الطواغيت، نسأل الله العافية. قال كذلك ومن ادعى شيئا من الغيب، من ادعى شيئا من الغيب، هذا يدخل فيه السحر والمنجمون والكهان والرمالون وما إلى ذلك، وكل من يدعي أنه يعلم الغيب ويقول للناس سيحصل لكم كذا وكذا، يعني سيحدث لك كذا بعد فترة، وسيحدث لك كذا بعد فترة، هذا دعاء للغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، سيحصل لك سعادة أو يحصل لك شيء من التعب أو توفق في زواج أو لا توفق. هؤلاء يدعون علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا من يدعي، ومن ادعى علم الغيب كذلك فهو من الطواغيت. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعلم هذا الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا حصر لا يعلمها إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله على الغيب بشيء من الغيب من رسول لأجل مصلحة ومعجزة للرسول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأشياء التي ستحدث في المستقبل، بعضها حدث وبعضها لم يحدث بعد، وهذا إثبات وتأييد من الله سبحانه وتعالى ومعجزة من الله سبحانه وتعالى
تؤيد الرسول في دعوته. فالرسول لم يكن يعلم الغيب من ذات نفسه، وإنما بما أعلمه الله عز وجل بشيء من الغيب، وهذا من تعليم الله جل وعلا له، فلا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيب يكون مشاركا لله فيما اختص به نفسه سبحانه، فيكون طاغوتا أو مشركا أو كافرا، وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. طيب، قال: ومن ادعى علم الغيب، وبعد ذلك: وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله. طيب، من حكم بغير ما أنزل الله، وهنا سيأتينا تفصيل إن شاء الله تعالى يفصله الشيخ، لأن هذا الباب ضل فيه كثير من الفرق واستغلوا هذا وكفروا المسلمين وكفروا الحكام المسلمين وكفروا من يساندهم ويعاونهم، فكفروا خلقا كثيرا. وهذه هي آفة هذا العصر، التكفير. التكفير، يقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فيدخلون كل الناس الذين لا يحكمون بأمر الله بدون تفصيل، والأمر يحتاج إلى تفصيل، ليس هكذا. الأمر جاء على أنواع في القرآن: ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فهذا يحتاج إلى تفصيل. قال الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي شيء يعبد من دون الله. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهنا حط وضع الشيخ قيدا، قال: مستحلا لذلك يكون طاغوتا. والذي يقول أنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويطرق الشرع، يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال أنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله، أو قال أنه حلال فقط ولم يقل أنه يساوي ولا أفضل، قال هذا جائز، يعني أن نترك شرع الله ونحتكم إلى شيء غيره، هذا يعتبر طاغوتا، هذا يعتبر طاغوتا. وهذا بنص القرآن، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم، انتبهوا لهذا، هذا أمر مهم. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع وهو الحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، هذا يعتبر كافرا كفرا أصغر لا يخرج من الملة، لأنه ولكنه على خطر عظيم كذلك. لا نقول أن هذا صحيح، ولكنه على خطر، ولكن لا يخرج من الملة، ولكنه على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. يبقى إذن هناك حكم بغير ما أنزل الله، يجب من يكفر بهذا الأمر أنه يحكم بغير ما أنزل الله أن يستحل حكم ما غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى، أو يقول هذا أفضل من حكم الله، أو هذا مساو لما أنزله الله سبحانه وتعالى، أو هذا جائز، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. ولكن من يعتقد أن حكم الله أفضل وعنده شبهة من الشبهات، فهذا كفر ليس مخرجا من الملة، وهذا أمر مهم لا يفقهه كثير من الجماعات التي تكفر عموم المسلمين بهذا الأمر وحكامهم، ويأخذون هذا ذريعة لأن يخرجوا على الحكام، وهؤلاء خوارج لا يفهمون الدين جيدا ويعممون الآية أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، لا، هناك تفصيل، فمنهم من يكفر بهذا إذا استحله، ومنهم من لا يكفر بهذا. أما من حكم بغير ما أنزل الله على غير تعمد بل عن اجتهاد، اجتهد وأخطأ، وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء،
ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له. قال معذرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد الخطأ، لأنه لم يتعمد الخطأ ولكنه كان يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل أو حكم الله عز وجل، لكنه لم يوفق في هذا، فهذا معذور ومأجور، ولكن لا يجوز اتباعه إذا ظهر هذا الخطأ، لا يجوز اتباعه لأننا لا نتبعه على الخطأ. ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطأوا فيها، أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولم يوفقوا فخطأهم هذا مغفور. قال تعالى الدليل، قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني دليل أننا وجب علينا أن نكفر بالطاغوت. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه أنه لا أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، هذا لا إكراه في الدين، لأن الدخول في الإسلام يجب أن يكون طواعية عن اقتناع واعتقاد بالقلب ولا يكره عليه أحد، يعني لا نكره أحدا على أن يكون مسلما، إما أن يرضى وإما أنه لا يدخل في الإسلام، هذا اختيار محض واقتناع تام، يجب أن يكون الإنسان على اقتناع وعلى يقين من هذا، لأنه سوف يعقد قلبه على الإيمان بالله، فلا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يكره أحد على الإسلام، لأن القلوب لله نحن لا نملكها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها ويتصرف فيها، فقط نحن ندعو الناس إلى الإسلام ونراغب فيه ونبين أن هذا هو الحق، ونجاهد في سبيل الله من كفر لنشر هذه الكلمة وإتاحة الفرصة وإزالة المعوقات التي تمنع وصول دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم ويدخل ويعتنق الإسلام، ولأجل قمع أعداء الله عز وجل، أما الهداية نفسها فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكره أحد على الإيمان ولا على الإسلام، وإنما هذا شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، الإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره، كله محبوب ومرغوب، لأن الإسلام يدعو إلى الأشياء الجميلة، إلى الصفات الحميدة، يدعو إلى ترك الأشياء الرذيلة والابتعاد عن الأشياء التي تكرهها الفطرة، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحب الفطرة وما يصلح الإنسان. فالإسلام كله محبوب مرغوب، وما هو موافق للفطرة التي يرغبها الإنسان ذو الفطرة السليمة. والكفر والشرك كله شر وكله مكروه، قد تبين هذا، من هذا واضح الفرق بين الكفر والشرك وبين الإسلام، هذا واضح، يعني من له قليل من عقل يستطيع أن يفرق بين الشرك والإسلام. والكفر والشرك كله مكروه، قد تبين هذا من هذا، تميز الرشد وهو الحق من الغي، وهو الباطل، يعني الذي عنده تفكير وعقل يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. فإذا أي إنسان عنده قليل من عقل
سيهديه تفكيره إذا كان سليما وبعيدا عن الهوى والدوافع الشخصية، سيهديه إلى قبول الحق. التفكير والفطرة السليمة تهدي إلى قبول الحق بدون أن يكره على ذلك. القول الثاني، هذا القول الأول. أما القول الثاني أنها نزلت في أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام، بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون، أما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل، لأنهم ليس لهم دين والوثنية دين باطل. القول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، هذا في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد، ثم شرع الجهاد ونسخت هذه الآية. والقول الصحيح هي أن الآية غير منسوخة، وأن الدين لا يدخل في القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار. لكن من لم يقبل الدين، من لم يقبل هذا الدين، يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو جزية مما شرع الله سبحانه وتعالى في حقه. قال: فمن يكفر يكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الطاغوت. طبعا قلنا جميع الطواغوت في الطواغيت في العبادة أو الاتباع أو في الطاعة، لأن كلمة طاغوت كلمة عامة، وقدم الكفر على الإيمان، لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت. فمن آمن ولم يكفر فلا ينفعه إيمانه. فالذي يقول أنه مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات لكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين، ويقول لا دخل لي فيهم، هذا لا يعتبر مسلما. لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت أولا. فحتى لا إله إلا الله هي فيها نفي وإثبات، أي نفي العبادة عن دون الله وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى. فلا بد من الكفر بالطاغوت، وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله، لا بد من هذا. فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. وفي الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تصح عبادة إلا باجتناب الطاغوت، لأنه لا يجتمع ضدان عبادة الله سبحانه وتعالى وحده والطاغوت، فهذا كفر وإيمان، فلا يجتمع الإيمان والكفر في قلب عبد. الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان، الكفر الأصغر قد يجتمع مع الإيمان، ولكن الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكفر الأكبر والأصغر. نعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.